تحل هذه الأيام الذكرى 22 للانتفاضة الفلسطينية الثانية وسط أحداث توصف بأنها مشابهة إلى حد ما بتلك التي وقعت بين عام 2000 و2002 من حيث العمل المسلح الفلسطيني والعمليات العسكرية الإسرائيلية لمواجهته. بين هاتين الحقبتين يسطع سؤال ملح يتجاوز العواطف والشعارات ويدخل مباشرة في صلب الموضوع، ما هي الأثمان والنتائج التي تحملها الفلسطينيون؟ فهناك من يقول إن الانتفاضة الثانية لم تجلب في نهاية المطاف سوى الدمار لهم على المستوى الحياتي والسياسي. ترى هل ترتكب الأجيال الشابة اليوم الخطأ ذاته، خاصة وأنها لم تذق مرارة الانتفاضة والحصار والاجتياح؟ وفي حال كانوا فعلا أخطأوا الحسابات، ما هي الخيارات المتوفرة أصلا أمامهم في ظل انسداد الحلول الدائمة؟ تمر ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية كل عام وسط غياب نظرة ودراسة فلسطينية شاملة وعقلانية وعلنية لنتائجها ونتائج العمل المسلح عموما. البعض قالها همسا والبعض الآخر كمحمود عباس قالها علنية: الانتفاضة والعمل المسلح دمر الفلسطينيين. صحيح أن الانتفاضة الثانية ألحقت ضربة موجعة للإسرائيليين من حيث الأرواح والمعنويات لم يشهدوا مثلها في عقر دارهم منذ حربي 48 و67، لكن في المحصلة النهائية خرجت إسرائيل منتصرة مقابل خسارة كبيرة للفلسطينيين. على الصعيد السياسي الواسع هبط سقف المفاوضات ولم يعد مطروحا على الطاولة ما رفضه الفلسطينيون في المحادثات وآخرها كامب ديفيد قبل اندلاع الانتفاضة. أما الحديث عن دولة أو كيان على حدود 67 مع عاصمته القدس الشرقية فذهب إلى غير رجعة، وكذلك الأمر مع المفاوضات بحد ذاتها. صورة الفلسطيني الذي أثار استعطاف المجتمع الدولي لاستخدامه المقاومة الشعبية والحجر في الانتفاضة الأولى انقلبت رأساً على عقب في الانتفاضة الثانية، وارتبطت بما يسمى الإرهاب للجوئه إلى البندقية والمتفجرات وتعمده استهداف المدنيين، وهو ما أثر على قضيته ودعمه. على الصعيد الإنساني والاقتصادي والحياة اليومية تكمن الطامة الكبرى، فقد الفلسطينيون الآلاف من أبنائهم، خسر اقتصادهم مليار دولار وبنت إسرائيل الجدار، منعت دخول الفلسطينيين إليها من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحول إلى سجن، انهارت مؤسسات ومرافق احتاجت لسنوات لإعادة بنائها، بعضها لم يعد مسموحا بناؤه أصلا كمطار غزة الدولي. ترافق مع هذا كله فلتان أمني لا علاقة له بالكفاح أرق الناس الآمنين وحياتهم وأرزاقهم، ويخشى من عودته مجدداً في حال اشتعلت الأوضاع في الضفة الغربية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيدة جمال زقوت، عضو القيادة الموحدة للانتفاضة الأولى والمستشار الأسبق للحكومة الفلسطينية السابقة لسلام فياض. سيد جمال، أهلاً وسهلاً بك. أنت عصرت الانتفاضتين وقدت تفاصيل واحدة منهما خاصة الأولى، في ذكراها ما الذي جناها الفلسطينيون من الانتفاضة الفلسطينية الثانية بالخاص إذا ما قارناها بالأولى؟ يعني قبل أن أتحدث عن المقارنة بين الثانية أو ما يسمى بالثانية والكبرى وليس الأولى، لأننا أعتقد أن هناك انتفاضة فلسطينية واحدة ما بعد ذلك كانت أشياء أخرى، أنا أظن يعني أنه من غير الصحيح يعني تدمير العملية السياسية وإلحاق الأذى الواسع بالشعب الفلسطيني عبر خطة إسرائيلية عسكرية سياسية ممنهجة، ثم تأتي يعني أو يأتي من يقول بأن الفلسطينيون يدفعون ثمن أخطائهم. أنا أعتقد ما يسمى بالانتفاضة الثانية كان مخطط إسرائيلي واضح المعالم عندما سمح أهود براك لشارون بزيارة المسجد الأقصى، وهو يعلم ماذا يمكن أن تكون ردود الأفعال إزاء ذلك، هذا أولا. وثانيا قوات الجيش الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت نيران كثيفة جدا ضد التظاهرات السلمية على مدى الشهر أو الشهر ونصف الأول من ما يسمى بالانتفاضة الثانية دون أن تطلق رصاصة فلسطينية واحدة اتجاه الإسرائيليين. لذلك أنا أعتقد أن ما يسمى بالانتفاضة الثانية من حيث عسكرتها كان فخا إسرائيليا للإتيان بالشعب الفلسطيني وقيادته في المربع التي تستطيع أن تحسم به إسرائيل الصراع، هذا بعكس الانتفاضة الأولى حيث كانت القيادة الموحدة هي التي تمسك بزمام المبادرة بشكل كامل، ففي وقت كان الكفاح المسلح هو يعني شكل النضال
الانفصال الرئيسي الذي تقره منظمة التحرير، تمكنت الانتفاضة الشعبية الكبرى من وضع الكفاح المسلح جانبا حتى تفتح الطريق أمام انتفاضة شعبية واسعة النطاق. المفارقة الآن أن يعني الظروف الراهنة من حيث سلوك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، سواء من حيث الممارسات اليومية ضد الناس وحياتهم والاستيطان والقتل والاجتياحات. نعم، سأتي إلى ظروف الرهنة، لكن قبل كل شيء قلت أنه من الخطأ أن نقول أن الفلسطيني يدفع ثمن أخطائه. أنت تعلم بأنه ليس فقط الإسرائيلي من يقول كذلك، وإنما هناك فلسطينيين وهناك قيادات فلسطينية هي أيضا من تقول ذلك. هذه نقطة. نقطة ثانية، تحدثت كيف أن القيادة الموحدة في الانتفاضة الأولى كيف مسكت بزمام الأمور، على عكس الانتفاضة الثانية التي عسكر فيها أبو عمار وربما أيضا قوى فلسطينية أخرى كحماس الانتفاضة. هل أخطأوا هنا؟ دون أن أبرر لي يعني الراحل أبو عمار أو لأي من القوى التي اتبعت طريق العمل العسكري فيما يسمى بالانتفاضة الثانية، أنا أعتقد أن الفلسطينيون وضعوا يعني زاوية ليس أمامهم خيار سوى الدفاع عن النفس، والمتاح أمام يعني كثافة النيران وطبيعة المخطط الإسرائيلي الذي استهدف أولا يعني قدرة الفلسطينيين على البقاء، السلطة الفلسطينية بمكوناتها، والتسويق التسوية السياسية التي كانت قد بدأت في أوسلو. هذه كانت الأهداف السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية إزاء كل العملية التي بدأت تماما منذ يعني اقتحام شارون للأقصى. يوضع الفلسطينيين في زاوية لم يكن أمامهم خيار، مع أنني شخصيا كنت أحذر من يعني أن نجر إلى فخ الصراع العسكري التي تستطيع إسرائيل أن تحسم به. في هذا السياق أنا شخصيا اطلعت على معلومات في ندوات شارك بها إسرائيليين بأن مخططات إعادة احتلال المدن الفلسطينية كانت قد وضعت منذ العام 96، ربما بعد ما يسمى بانتفاضة النفق، حيث يعني ما قام به نتنياهو في ذلك الوقت. لذلك سيناريو تدمير السلطة الفلسطينية وتدمير مسار التسوية السياسية وإلحاق الأذى بالفلسطينيين هو مخطط دائم موجود من قبل إسرائيل، تماما كما أنه كان واضحا وحتى هذه اللحظة أصبح واضحا بأن الدخول في العملية السياسية بعد الانتفاضة الأولى كأحد إنجازات الانتفاضة الأولى، يعني عمليا استخدمت إسرائيل مسار التسوية كمجرد دفرسوار للالتفاف على الانتفاضة الأولى ليحدث ما حدث بالانتفاضة الثانية. ولعل إذا أردنا أن نقارن ما بين الانتفاضة الأولى والثانية وما بين جرى بالثانية وما يجري الآن، هناك مفارقات يجب التوقف فلسطينيا وإسرائيليا حولها. سيد جمال، لو ندخل أكثر في التفاصيل، أنت حذرت، من حذرت بالضبط إن كان بإمكانك القول؟ ونرى بأن تحذيراتك لم تجد أذانا صاغة. انظر النتائج، يعني لم يكن هناك جدار، كان الفلسطيني لديهم ميناء، كان لديهم مطار، كان الفلسطيني يستطيع أن يدخل القدس وكل المدن في إسرائيل بحرية. كل ذلك كان مخطط إسرائيليا، ربما أن هناك من أعطى إسرائيل الذريعة، ولكن لا يمكن أن يلقى اللوم، يعني لا يمكن أن يلقى اللوم تفجير الباصات واستخدام السلاح، هذا أيضا يعني أيضا هناك جانب آخر يتحمل مسؤولية. هذا موضوع آخر. لا يمكن أن يلقى اللوم على الضحية، لا يمكن أن يلقى اللوم على تدمير العملية السياسية للذي رفض ويرفض الآن العودة إلى طاولة المفاوضات، رفض ويرفض الإقرار بأوسلو، رفض ويرفض الإقرار بقرارة الشرعية الدولية، يتحدث شفاهية عن ما يسمى بحل الدولتين وهو يوميا يقتل حل الدولتين، يتحدث يوميا عن إعطاء أفق وأمل للفلسطينيين وهو يوميا يقتل الأفق والأمل السياسي لدى الفلسطينيين. وفي نفس الوقت ماذا تريد يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ هل تريد أن يتقبل الفلسطيني الاحتلال دون أفق سياسي يعطيه مؤشرا ولو بعد حين بانتهاء هذا الاحتلال؟ هل يريد الفلسطيني يريد الإسرائيلي؟ أنت تعلم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية التي ترفض الحديث عن سلام، من الذي الانتفاضة هي التي جلبتها؟ كانت هناك صحيح. حكومة يسار ليس تتحدث عن السلام وتريد دولة فلسطينية، أتت الانتفاضة وأتت حكومة مع أن لدي تحفظات على الشكل الذي اتبع فيما يسمى بالانتفاضة الثانية، وتحديدا ما عرف بين قوسين العمليات الانتحارية أو العمليات التفجيرية أو ما يسميها البعض عمليات استشهادية، أنا كنت من الذين تحفظوا على ذلك، ولكن مخطط
تدمير السلطة الفلسطينية وتدمير عملية التسوية وإلحاق الأذى بالفلسطينيين ووضعهم بالزاوية كان مخططا إسرائيليا مسبقا، وإلا لماذا سمح أهود باراك الذي ذهب إلى كامب ديفيد ليس لكي يجمل يعني مفاوضات جادة مع عرفات، بل ليقول أنني ذهبت إلى يعني كامب ديفيد من أجل أن أرفع الغطاء عن وجه ياسر عرفات، ثم يسمح لشارون رغم تحذيرات أبو عمار لي يعني باراك في ذلك الوقت من هذا سيفجر المنطقة. هنا يجب أن نميز بين أخطاء تكتيكية ارتكبتها بعض الفصائل الفلسطينية وبين سياسة استراتيجية إسرائيلية كانت تسعى لتدمير العملية السياسية تحديدا. وعد أنت يعني عد برغم كل تحفظاتي على أسلوب يوئيل زينجر في صياغة يعني الاتفاقيات، هو من قال عندما تسلم الليكود الحكم في إسرائيل عمليا ألغي مسار أوسلو وعادت العملية إلى الحكم الذاتي الأبدي كما أراده مناحم بيغن. بعد الانتفاضة تسلسلا إلى أيامنا الحالية، أين أصابت وأين أخطأت القيادة الفلسطينية الحالية؟ هي نبذت العنف وانتهت الانتفاضة لكن لم يتغير الوضع، ألم ترتكب أخطاء؟ لماذا لم تتبع نهج الانتفاضة الأولى مثلا؟ أنا كنت مستشار لرئيس الوزراء سلام فياض منذ العام 2007 وحتى العام 2013، والكل كان يشهد وبصوت مرتفع سواء القيادات الأوروبية أو الأمريكية أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو اللجنة الرباعية أو حتى قيادات إسرائيلية بأن ما تقوم به السلطة الفلسطينية من خلال حكومة فياض هو إنجازات هامة على صعيد أولا البنية الاقتصادية وثانيا البنية الأمنية وثالثا يعني إعادة الثقة بين المواطنين والمشروع الوطني التحرري للإنسان الفلسطيني. يتهمونكم بأنكم أغرقتم الشعب القروض، ولكن هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. لا تأخذ من يعني من التحريض على هذه الحكومة ليصبح لسان حالك في هذا البرنامج. السؤال مش من يعني أرهق بهذا أو ذاك، السؤال لماذا لم تقدم إسرائيل وعلى مدار 7 سنوات رغم كل ما التزمت به الحكومة الفلسطينية في ذلك الوقت من كل الالتزامات التي نصت عليها ما يسمى بخارطة الطريق وما نص عليها يعني مؤتمر أنابوليس وكل المحاولات التي تمت، بالعكس يعني لم يقدم للحكومة الفلسطينية في ذلك الوقت أي بريق يعني إنجاز بأن ما يعني تنجزه على بما في ذلك على الصعيد الأمني يمكن أن يكيش سياسيا بخطوات واضحة. استمرت الاجتياحات، استمرت الاعتقالات، استمر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، استمرت إسرائيل تقوم بموضوع ما يسمى يعني بالحفاظ على أمنها حتى لو قوض ذلك الأمن الفلسطيني في كل أبعاده. أنا يعني أنا لا أريد أن يفهم من كلامي بأن يعني الفلسطينيون الآن أو سابقا في الانتفاضة الثانية كانت مسارهم الكفاحي والسياسي 100%، أنا لا أقول ذلك، ولكن هناك على أن أفرق بين أخطاء تكتيكية بسيطة والدليل على ذلك عندما عورجت هذه الأخطاء لم يجري تغيير السياسة الاستراتيجية. الموضوع كبير جدا ولدي الكثير من الأسئلة لكن للأسف الوقت ضيق. أريد أن أتي إلى اليوم الحالي، نرى الأعمال المسلحة في جنين ونابلس وغيرها، هل برأيك القيادة الفلسطينية الحالية واعية لاحتمالية والخشية من انجرار الأوضاع إلى سابق عهدها وعمل مسلحة وعمل أعمال اجتياحات وذلك تحاول بشدة تجنبها من خلال التنسيق الأمني والاعتقال الأخير الذي جرى في نابلس؟ في الحقيقة لم يعد هناك تنسيق أمني حقيقي، إسرائيل تأخذ الأمن بيدها وتتحدث عن تنسيق في نابلس شو؟ وتتحدث عن تنسيق أمني. اسمح لي، التنسيق الأمني بمعناه السياسي كان على أساس أن إسرائيل يجب ألا تدخل المناطق الفلسطينية في إطار ما يسمى بالملاحقة الساخنة أو ما يسمى بالقنابل المتكتكة أو إلى آخره. اليوم إسرائيل تتعامل مع التنسيق الأمني كواجب استخباراتي بأن تقدم المعلومات للسلطات الأمنية الإسرائيلية ثم تقوم هي. هذا عمليا ينهي مكانة السلطة الفلسطينية، سيما في إطار أنه السلطة الفلسطينية لا تملك أي أفق سياسي بسبب الموقف السياسي الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية ولشديد الأسف أنا لم أكن أرغب بأن أقول ذلك، ولكن حتى تكتمل الصورة أن السلطة الفلسطينية
فقد الشعب الفلسطيني ثقته بأدائها، سواء من خلال عملية الانقسام التي جرت بغزة، بغض النظر من المسؤول عن ذلك، ولكن السلطة والمنظمة هي أم الصبي، وعليها أن تجد حلا لذلك وألا تتحجج بالإسرائيلي أو تتحجج بشروط الرباعية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، على صعيد غياب المساءلة والمكاشفة والشفافية في الإدارة ويعني إدارة الشأن العام والإدارة المالية، أيضا لا يوجد ما يعطي الفلسطيني الثقة بهذه السلطة. إذن المطلوب المعالجة الشاملة. المعالجة الشاملة تتأتى من خلال وقف هذا الانقسام، العودة للشعب، الاتيان بمؤسسات وطنية جامعة، البرلمان تحديدا من صحيح. أجل المساءلة وإشراك الجميع في إدارة العملية، بما في ذلك تحمل المسؤولية، إزاء ما يعني ما يعرف باحتمالات التدهور الأمني الواسع النطاق أو غياب العملية السياسية وادعاء إسرائيل بأنه لا يوجد شريك فلسطيني. السيد جمال زقوط، العضو في القيادة الموحدة للانتفاضة الأولى والمستشار الأسبق للحكومة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.